نحن بدنا نوصل هالمساج من التايجا لكل البيوت، لان هلا بالحجر المراه والرجال كثير عم يتخانقوا مع بعضهم. بدنا نعمل مثل دعايه صغيره للعنف الاسري. ماشي؟ وينك يا مرا؟ ولك انا ما طايقه هالعيشه، روح! صحصوح؟ الله يطولك يا روح، لا للعنف الاسري. حلوه حلوه بس نعملها اسرع شوي. يلا اسرع شوي، حلوه بس اسرع شوي. انا شوي تفضل ستاند باي. طب انت شوي شوي ايه تب طب وينك يا مرا؟ ولك كل دقيقه بتعيطي ما بعرف ليه اتحملك. الخد لك الصحصوح. لحظه مش هيك، لحظه مالي. وينك يا مرا؟ الله يطورك يا الله يطورك يا روح. هلا انا اللي تغلبطت. معلش معلش بتنعب بعدين ما بدك ما نسمع صوت الكف شوي. معلش روح روح. صحصوح الله يطولك يا روح. حلو بس بدي اياها اسرع بعد. هلا يا زلمه شو انت مخرج شو انت يا زلمه؟ لحظة انت امبارح حكيتوني ما قلتوا لي في صحصوح وفي ضرب كافي، يعني يجب وحدة انعم منها يجب حدا غيري. لحظة صغيرة، ما هي ضربة وحدة يا خيي. روح لك يا عمي، ما يا عمي ما بدي اعمل دعاية. لحظة صغيرة يا خيي، شو بك؟ لا 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 شو لحظة صغيرة ودعاية؟ ما بدي اعمل دعاية، تعال فك لي هودي، فك لي هودي دعاية يا خيي. ما قلتوا لي في ضرب، ما قلتوا لي في ضرب. هلا هلا هذا عم بوجعك هلا. روح لا لا مش ظابطة يا خيات. طيب ما فيكم بلا ما اكل كف وانت تحط بالمونتاج تعمل اي طريقه؟ لا خيي هلا تعال لك جاي معنا اشتغل، انا بدك تعلم له لعلمك. انت بدك تمثل وانا بدي اخرج لك، لا فيك تعلم له انا بعلمك. العمل بده ينعمل ان شاء الله، العمل بضربه وحده. بتقولوا انتم خلصتوا حالكم، دعاية بدي اخلصها كلها 30 ثانيه. تقبرني انت اول حالك شوي. ايه وانت بدنا طبعا انت بتجنن استاذ. انت انا عم بخبرك استاذ، انت عندك موهبه اخت شديد. انا عم بخبرك بس تعملوا اياها مره وحده حبيب قلبي. انت بعمل لك اياها انا قدامك مره. شو بك؟ بعمل لك اياها مرة؟ تفضل. بدي اعملها مثل ما انت بتقل. وينك يا مرة؟ انا ما عاد فيي اتحمل، روح! الله يطولك يا روح صحصوح، لا للعنف الاسري. خلصت هي. وينك يا مرة؟ ما بقى فيي اتحملك، روح! لا لحظة لحظة، خي مين قرا حارتها هونيك؟ ما معروف شو اللون هول؟ ما له معروف بلا حارتها. ما له معروف. ليه عم تعيط علي؟ انت فايت مرتاح يا حبيبي، فايت مرتاح. ليش ليش عم تصرخ علي؟ ما انت الرجال لا انا مرتاح ما مرتاح. انت عطلي انت مين اللي كان امبارح؟ انت مين اعطاك رقمه؟ يا اخي لحظه صغيره يا اخي ما بدي مثل انت هاي. الله يرضى عليك ما بدي مثل. لا تعرف كل اللي هاي تصريح طول لك. انا راح شو اللي زعجك؟ ما بفهم يا خيي. شو اللي زعجني يا زلمه؟ انت اللي زعجني. شو اللي زعجك؟ كف رايح كف جاي، كف رايح كف جاي. شو بك؟ للعنف الاسري. لك اي عنف اسمع عنفت يا زلمه. اكشن. وينك يا مرا؟ ما بقى فيي اتحملك، روح. ليه عم تعيط؟ روح. شو لحظه يا خي لحظه. شو بك انت؟ شو بك انت يا خي؟ مين اللي كان بعيد عنك؟ خي بعيد عني. خلص بعيد عني. ليش ليش عم بتصرخ علي؟ لحظه صغيره. وينك يا مرا؟ ما انت رجال جاي يا خي جاي نصور دعايه ولا ناكل قتلي يا زلمه؟ لحظه صغيره ما انا عم بخبرك شو. هيني كاميرا عم تطلع. انت خفي ايدك يا مدام، الله يرضى عليك. خفي ايدي حالك وجعنا. ما معه واخذ شوي شوي. طيب ما بصير هيك. ما تخزي بس كيف بدها تكون طبيعيه؟ انت فوت تقبرني. وينك يا مرا؟ انت الري انت عم تطلع علي. وينك يا مرا؟ شو مليها على وقت بشرف. وينك يا مرا؟ ما بقى فيي اتحملك. صحصوح لا للعنف الاسري. لا الله يطولك يا روح. شو بك يا زلمه؟ بتجنن كانت يا اخي. ما في حدا غيري يعملها لهيدي الدعايه. خلص هلا ما نسقبت خلصنا هلا يلا. روح. ليه عم تعيط علي؟ سؤال يا خيي سؤال. ليه عم تعيط علي؟ خيي ما قادر كمل. الله يرضى عليك ما قادر يا يا استاذ احكي معي يا فنان يا كبير. انا ما قادر كمل. الله يرضى عليك. لا يا خيي ما الله يرضى عليك ما قادر كمل. خلص انت عملتها بتجنن قبل الوقت ولا بس لو ما نسيت هيدي قبل هيدي. ما انت من كتر ما عم تعيد عم تعيد عم تعيد عم تعيد عم بنسى. روق ما تنسى. روق شو بقولوا معي؟ يلا روق لاعصابك حبيبي. انت استاذ، انت استاذ كبير. شربوا للاستاذ.
في جملة بدي أقولها يا خي حش كل شوي تجا شو بك؟ شو بك أنت نازل فيك بوسط معك جفاف عاطفة؟ وينك يا مرة؟ ما بقى في يتحملك روح ليش عم ليه عم تعيط عليا يا خي؟ الله هو أكبر مظبوط عم تصرخ عليا بس صوت يا زلمة وينك يا مرة؟ بنعمية بشرفك تقبرني كلها تكي يا اخي حس حالي طالع يعني يلا ستاند باي ستاند باي يلا خلصني ليك الله يرضى عليك استاذ اخر مره بدي فل اخر مره زبطت زبطت ما زبطت الله يرضى عليك اتركني فل طيب شو من زبط اتركني فل بخير وسلامه حبيبي الله يرضى عليك تفضل يلا وينك يا مره ما بقى في يتحملك بدك لك لا شوفت بتجنن ايه عند انت شو بك ودال بني عمي